كيفك؟ منيح. اجا جنكيز؟ شو القصة؟ ابنك فيه شي؟ لا منيح، وضعه مستقر. قبل ما اجي رحت وشفت ايلا وعرضت علي مصاري، وهذا اللي زعجني. ليش لحتى تنزعج؟ شو اللي سوته البنت؟ انت بحاجة وحبت تساعدك. عمران كرمال الله مو رايق لك بنوب. تعال نفوت. أهلين دكتور، مازن. كيفك؟ كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. شو ابني؟ عم تشتغل هون يعني؟ لا والله أستاذ، بس عم اشتغل بدال واحد من رفقاتي. بصراحة خبروني شو صار معك بالجامعة دكتور، وعن جد وقت عرفت تضايقت كتير، أنت ما بتستاهل. مازن شكرا كتير، بس لا تواخذنا، عنا شغل كتير هلأ. جنكيز بيك ناطرنا. مو معقول دكتور؟ موعدكم مع جنكيز أسهر شخصيا؟ خلصنا، روح على شغلك وبعدين بشوفك. جنكيز بيك صباح الخير. أهلين. صباح النور. كيفك منيح؟ أهلين. نحن فكرنا بالعرض اللي قدمته جنكيز بيك، وبالنسبة لـ 30% مناسبة لنا، لهيك نحن موافقين. حتى جهزنا مسودة عقد إذا بتحب، وجبناها لحتى تطلع عليها. طول بالك، فكرت منيح. أنا ما رح شارككم، بدي المنجم كله. كيف؟ تشتري؟ لكن منيح، قل له موافقين نبيعه. لكن احنا شو بدنا نبيعه؟ شو بدنا نبيعه؟ فهمني كرمال الله. الزلمة بده يشتري الشركة، لك خلينا نبيعه إياها. لأنه الموضوع بهالبساطة، شو بدنا نبيعه؟ كله وهم، فهم، خيال. فكر إنه الشركة رح تجيب له ربح، هو مو عرفان بالديون اللي عليها، إنه هي مجرد هيكل ما فيها إنتاج. لو بيعرف بهالشي كان قلنا رح أشتريها برأيك. بعدين الزلمة حذر، بعت لنا المحامين والمختصين تبعه ليشوفوا التراخيص والتقارير والأرباح ويدرسوهن. شو رح نساوي نحن؟ ممكن تجاوبني؟ لا ما على القصة، رجعنا للصفر. علي اشتري قال. كله له حل. قال شفتي عرفان وحكيته، وهو كمان كان قالب خلقته مثلك بالضبط. كله بسببك انت. لا وانا صدقتك مثل الغبية. الزلمة ما خلى ولا كلمة إلا وبهدلني فيها. شو صاير لك عائلة؟ الموضوع مو واضح؟ ها؟ هو لو ما كان بيحبك لهلأ هيك بتكون ردة فعله؟ عرفان نفسيته محطمة بهالفترة، وانت اجيتي وعرضتي عليه مصاري، ما تحمل القصة ولهيك جن جنونه. نحن بحاجة لمساعدتك. وأنا ما رح ساعدكم فوراً يا عمران. عائلة، إذا انت ما ساعدتينا هلأ رح ينتهي الموضوع، وريان ما رح يقدر يعمل العملية، وسليمان ما رح يتركنا بحالنا، والمصيبة مو بس سليمان، باقي المستثمرين ما رح يتركونا. لهيك لازم تساعدينا عائلة. الموضوع ما عاد بهالسهولة يا عمران. إذا بدك إنه ساعدكم فأنت كمان لازم تساعدني. أنا؟ مثل ما سمعت بدك تساعدني. وانتي ايلا صاحبته لهالرجال؟ انتي اصلا ما بتنكر انك محتاج مصاري هالزلمه المعفن ومصاري صاحبته كمان. انا وياك بنفس الحفله. انا بتمنى اشوفك ميتي ولا تكوني معي. يمكن ساعتها بزعل عليك. روح نلك، اوعك تطلعي قدامي مره تانية. ما بدي اشوف وشك ولا مصاريك الوسخه.